متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وإليكم الآن النشرة الجوية الرئيسية. أجواء حارة إلى حارة جداً لا تزال تسيطر على عموم مناطق المملكة، وهناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في مناطق محدودة ستعمل على هطول زخات من الأمطار في أماكن ومناطق محدودة من المملكة بإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة. نستعرض الآن صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم، توضح وجود غيوم عالية في شمال المملكة وأيضا في غرب وجنوب غرب المملكة، تعمل على هطول زخات من الأمطار كنتيجة لحالة من الاستقرار الجوي التي ستؤثر على هذه المناطق خلال الأيام القليلة القادمة. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأمطار بإذن الله من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، كما توضح المناطق الشمالية عرعر وسكاكا وتبوك ستتأثر بهذه الحالة الجوية أو حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الأربعاء، وأيضا المناطق الجنوبية الغربية ومناطق الغربية حتى يوم الجمعة بإذن الله. ننتقل الآن إلى درجات الحرارة المتوقعة فترة السحور في العاصمة الرياض، 25 درجة مئوية غيوم متفرقة، نسبة الرطوبة 8% وسرعة الرياح 9 كيلومتر في الساعة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله خلال 3 أيام القادمين، يوم الخميس العاصمة الرياض بين 38 درجة مئوية و25، يوم الجمعة بين 39 و25، يوم السبت بين 39 درجة مئوية وبتنخفض ليلا إلى 24 درجة مئوية بإذن الله. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب دائما. إلى اللقاء.